تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه صوره اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد كل يوم اربعاء عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. اليوم قصتنا عن صوره تعتبر بالنسبه لكثيرين من متابعي الرياضه اشهر صوره رياضيه على الاطلاق، لانها بتتعلق بملاكم يعتبر افضل رياضي في التاريخ، وليس افضل ملاكم فقط بالتاريخ بالنسبه لكثيرين. بنتكلم عن صوره محمد علي كلاي يلقي خصمه على الأرض ويعطي صرخة الانتصار. هذه الصورة التقطها المصور المحترف نيل ريفر عام 1965، المصور اللي للعلم كان من أوائل من حملوا كاميرا صور ملونة في ذلك الزمان، ومن حظنا أنه التقط محمد علي كلاي بالألوان بهذه الصورة التاريخية. ولو زرت صفحة هذا المصور في ويكيبيديا حتى تتفاجأ أنه إحدى المعلومات اللي ذكرينها عنه أنه التقط الصورة اللي بحكي عنها اليوم، لأنه هذه الصورة تاريخيا لها قيمة رهيبة. جاءت في تاريخ 25 مايو عام 1965، بطل العالم للوزن الثقيل اسمه محمد علي كلاي، عمره 23 سنة فقط، بيواجه البطل السابق سوني ليستون اللي عمره 34 سنة. اللقاء ما طول ابدا، دقيقة و44 ثانية بس، محمد علي كلاي في الجولة الأولى ضربة قوية بيمناه نحو ذقن خصمه، وصرخ صرخته الشهيرة في الصورة وقال لحظة التصوير حسب ما قال المصور نفسه وكثير من المشاهدين: انهض وقاتل يا جبان. هذه الصورة التاريخية قال عنها المصور ببساطة: لقد كنت في المكان الصحيح، والأهم اني اغتنمت اللحظة الصحيحة. ولو عملت بحث على جوجل حتتفاجأ أنه كتبت مقالات عن فن هذه الصورة تحديدا، وجدت سطر عجبني قالوا فيها: صورة مثالية تظهر قوة ورشاقة البطل محمد علي كلاي اللي جعلت منه أكثر رياضي محبوب ومكروه أيضا في تاريخ أمريكا، صورة أظهرت جسدا مشعا بالقوة ورشاقة أقرب للرومانسية، لكن يبقى كلاي حسب اللي كتبه محبوب ومكروه، مكروه لأنه لا يقهر، مكروه لأنه أظهر في كلماته بعض الغرور، ولأنه أخذ أيضا مواقف سياسية لم تعجب بعض الأطراف الأمريكية خصوصا فيما يتعلق بالحرب في فيتنام، محبوب لأنه صاحب مبادئ، لأنه قوي مميز، لأنه شجاع بيحكي في اللي بباله وبيوقف عند كلمته وبيكون قدها، وحتى لو كانت هذه الكلمة في الحلبة أو خارجها. مجلة تايم كتبت عن هاي الصورة وقالت: ربما تكون أعظم صورة في التاريخ الرياضي. بس لازم أذكر هون أنه اللقاء هذا كان الثاني بين الملاكمين، الأول كان عام 1964 وفاز في كلاي في الجولة السابعة، وكان وقتها خصم كلاي يعني ليستون يعد أقوى ملاكم في أمريكا، يعني قبل سنة بس محمد علي كلاي كان فوزه يعتبر صدمة لكثيرين، خصوصا بعد تصريحات ليستون الشهيرة في عام 64 قبل اللقاء، قال له: يا محمد علي كلاي انت فتى المليون دولار الخاص فيه، فأرجوك حافظ على نفسك حتى أواجهك يوم غد لأهزمك. لكن اللي حصل لما واجهه محمد علي كلاي هزمه بالجولة السابعة زي ما حكينا، ولما تكررت المواجهة هزمه بالجولة الأولى. سنة واحدة كانت كافية تخلي محمد علي كلاي أكثر قوة، أكثر شراسة، أكثر حسما في طريقه ليكون أفضل ملاكم في التاريخ على الأقل. وكثير من اللي بيحبوه بيرفضوا هاي الكلمة مني لما أقولها، بيقولوا لي: بل أفضل رياضي في التاريخ يا عواد. نوصل هون لنهاية هذه الصورة وقصتها، وإن شاء الله متواصلين مع بعض. اتركونا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.